لا يا محطتنا الأولى رح نبدأها لليوم من عالم المسرح، حيث استقطب مهرجان حما المسرحي الذي أقيم على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون حضورا لافتا من الفعاليات الرسمية والشعبية والثقافية. المهرجان المسرحي الذي بات طقسا تعيشه الأوساط الثقافية والمسرحية والفنية وينتظره بكل شغف المثقفون والمهتمون للتمتع بخلاصة إبداعات المسرحيين. نرمين، المهرجان بنسخته هذا العام تضمن عروض مسرحية شاركت فيها فرق مسرحية وفنية من محافظة دمشق وأيضا من حلب واللاذقية والسويداء، وتم تكريم عدد من فناني المسرح البارزين يلي كان لهم بصمة في تنشيط الحركة المسرحية. ومن المكرمين كان الأستاذ جوان جان الكاتب والناقد المسرحي ورئيس تحرير مجلة الحياة المسرحية يلي هو ضيفنا لليوم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ومبروك التكريم. صباح الخير، شكرا لك، الله يبارك فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مثل ما ذكرنا بالمقدمة حضرتك كان لك تكريم ضمن المهرجان وكان لك مشاركة، خلينا نبدأ من التكريم لحضرتك عن مجمل أعمالك وسنوات الفنية الطويلة. طبعا التكريم جاء من قبل نقابة الفنانين اللي تقيم سنويا مهرجان حماء المسرحي، ويمكن التكريم هذا العام له يعني أهمية مضاعفة باعتبار أنه المهرجان احتفل بيوبيله الفضي بمرور 25 عام على تأسيسه. طبعا التكريم ما كان إلي وحدي، كان في معي مجموعة من الأصدقاء والزملاء المسرحيين الأساتذة حسين عباس وشاكر شاكر وكمال الديري. طبعا المهرجان أقيم على مدى 6 أيام ويعني كان الختام قبل يومين. نعم، خلينا استاذ جوان نحكي، يمكن دائما الانسان وقت بيتكرم بيحمل على عاتقه مسؤوليه يعني تمد معه لسنوات طويله. خلينا نحكي قد ايه مهم هيدا التكريم والمسؤوليه يلي حملتها حضرتك. طبعا اكيد التكريم مهم لاي حدا بيشتغل بمجال الفن عموما، الكتابه، الاخراج، التمثيل، يعني مجالات الابداع المختلفه، وهذا الشيء بيعطي المكرم بالفعل دافع انه يحاول على الاقل اذا ما قدر يتقدم خطوات للامام على الاقل يحافظ على الشيء اللي انجزه طوال سنوات عديده. ومثل ما قلت لك التكريم هذا العام يعني كان فعلا مميز، والمهرجان اقبال جماهيري واسع، يعني الجمهور الحموي اللي هو دائما ذواق ودائما يعني متذوق للعمل الفني المسرحي تحديدا كان في اقبال واسع على حضور الاعمال المسرحيه. استاذ جوان، ما دام نحن عم نحكي عن الاجواء اللي كانت بالمهرجان رح نروح على حما ونتابع الماده التاليه. Thank you.
استاذ جوان، من بعد ما تابعنا التكريم خلينا نحكي، كان لك مشاركات بدورات سابقة بالمهرجان ايضا، يعني هي معنا المرة الاولى. في سنوات ماضية بالضبط شاركت كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان. تمام. وقت اللي كان في لجان تحكيم وكان تمنح جوائز للأعمال المتميزة، والحقيقة يعني خلال هالسنوات صار في لي علاقات واسعة مع مسرحيين من حما، ويعني لحسن الحظ تقدم لي هنيك يعني السنة الماضية أكثر من عمل مسرحي أخرجتهم الفنانة كاميليا بطروسي، اللي هن حكاية المولود الجديد ومسرحية أوقفنا الطوفان. نعم، يعني بالعودة لدورة المهرجان هذا العام، كان لحضرتك مشاركة بمسرحية وقت مستقطع. خلينا نحكي شوي عن الفكرة الأساسية لهي المسرحية، عن التأليف، عن الإخراج. مسرحية وقت مستقطع قدمت العام الماضي من خلال مديرية المسارح والموسيقى بإخراج الفنان سهيل عقلة، وهي الواقع هي رابع تعاون بيني وبين المخرج سهيل عقلة، أنا ككاتب وهو كمخرج، بعد ما عرضت بدمشق ايضا يعني بترشيح من مديرية المسارح، شاركت مؤخرا بمهرجان حماة المسرحي. هي باختصار بتحكي عن رجلين بيلتقوا صدفة في حديقة عامة، ولسبب ما يغلق عليهم باب الحديقة، فبيضطروا يمضوا شوية وقت بتبادل الحديث بيناتهم، يعني لحتى يقتلوا الوقت بين ما يفتح باب الحديقة من جديد. فمع الحوار بنكتشف انه هدول الشخصين قديشهم سلبيين في حياتهم العامة، هن بيمثلوا القيم السلبية جدا في المجتمع، لنكتشف بالاخير انه هن قبل 25 سنة سبق واشتركوا سويا بارتكاب جريمة قتل، والاثنين خلال هالسنوات حاولوا انه ينسوا هذا الموضوع نهائيا. نعم سيد جوان، خلينا هيك نفوت ونغوص بتفاصيل المسرح اليوم. المسرح قديش مهم، رجع له القلق بالسنوات الأخيرة من جديد، يعني عم نشوف كتير في اهتمام للمسرح اليوم. شو هي ملاحظاتك أو شو بينقص المسرح ليندعم بشكل أكثر وينتشر بكل المحافظات أيضا؟ الواقع في جهود يعني لنشر المسرح ولترسيخ هذا الفن العريق سواء في دمشق أو في المحافظات، وهي المهرجانات السنوية اللي عم نشوفها اللي عم تقوم فيها نقابة الفنانين أو مديرية المسارح والموسيقى هي شكل من أشكال هذا الاهتمام. أيضا هون بحب أشير لأنه يعني قبل حوالي أسبوع أعلنت مديرية المسارح والموسيقى عن المرحلة الثالثة من مشروع دعم مسرح الشباب من خلال إعلانها عن قبولها للنصوص المرشحة أنه تتقدم خلال العام 2019 و2020. بالواقع في حركة يعني حركة نشطة، حركة شبابية حتى خارج إطار المؤسسات الرسمية، في مجموعة من الفرق الفنية عم تحاول دائما أنه تقدم أعمال مسرحية متميزة. أستاذ جوان، حاليا حضرتك بشغفك للكلمة وللنقد والعروض المسرحية متفرغ للكتابة المسرحية، خلينا نحكي عن أعمال يمكن عم تحضر لها حاليا، أو فكرة مسرحية كبيرة، مشروع مسرحي كبير حابب يكون اليوم بتوقيعك. الحقيقة في أكثر من مشروع، ولكن تعرفي دائما المسرح مرتبط بظروف، مو بس ظروف الكاتب، يعني الكاتب بيكتب نص ظروف إنتاجية، تماما ظروف إنتاجية، ظروف إخراج، ظروف القدرة على جمع مجموعة من الممثلين ضمن بروفات مرتبطة بوقت محدد. في أكثر من مشروع، يعني ربما كان هناك مشروع قادم أيضا، مشروع خامس مع المخرج سهيل عقلة بدمشق، وأيضا في المحافظات هناك أيضا أكثر من مشروع، ولكن إذا ما كانوا بالعام الحالي 2019 فهنن أكيد بالعام 2020 إن شاء الله. أكيد. وقديش مهم اليوم يندمج الخريجين الجداد والهواة أيضا بالمسرح وبعالم المسرح. تماما، يعني الخريجين المعهد العالي للفنون المسرحية مدعوين دائما لأنهم يساهموا بالحركة المسرحية. هلأ في وجهة نظر بتقول أنه هن مباشرة عم يتجهوا للعمل التلفزيوني، يمكن هذا صحيح ولكن بشكل جزئي، بس يعني كل النجوم مع بداياتهم كانت مسرح يعني. تماما تماما، يعني سواء هن كانوا من خريجين أو قبل مرحلة المعهد. يعني إذا بنرجع لمرحلة السبعينات بنشوف على سبيل المثال قديش المسرح الجامعي خرج
أسماء هامة اليوم بالحركة المسرحية عموما، مثل رشيد عساف، مثل سلوم حداد وغيرهم كثير، فيلدا سمور أيضا، يعني غيرهم كثير من الفعالين بالحركة المسرحية. يعني أستاذ جوان، دائما المسرح له وهرته يمكن، ودائما نحن بنسميه أبو الفنون. جهود مثل ما ذكرنا هي موجودة، ولكن اليوم قديش بتحس المجتمع السوري أو الجمهور السوري قريب من هاي الخشبة؟ قديش عنده هاي الثقافة الشعبوية اليوم ليروح يحضر مسرح، يتابع أحدث العروض؟ شوفي، يعني الجمهور بيكون قريب من المسرح وقت المسرح بيكون قريب من الجمهور، يعني وقت بيكون في عمل مسرحي بالفعل بيقدر يبني صلة مع الجمهور، بيقدر انه يرسخ عادة حضور العمل المسرحي. حتى في اذا قلنا بقرى النائية البعيدة اللي ما بتعرف تماما، ما عندها هداك الاقبال او هداك الشعور بأهمية المسرح، بنشوف بالفعل انه وقت بيكون في عمل مسرحي بيرضي ذائقة الجمهور وبيحاول يرتقي فيها بيكون الإقبال موجود. قبل ما نختم أستاذ جوان، شو بتحب توجه كلمة أخيرة لكل حدا عم يتابعنا، ولمين بتحب تهدي تكريمك يلي تكرمته حضرتك؟ هلا أول شيء بحب أوجه تحية لنقابة الفنانين، للأستاذ زهير رمضان نقيب الفنانين، وأيضا لفرع نقابة الفنانين في حما على جهودهم المبذولة في إنجاح الدورة 25 من مهرجان حماة المسرحي. هلأ موضوع إهداء التكريم، يعني أنا بتمنى بالفعل يكون في شباب مسرحي قادر على الاستمرار بهذا الفن، سواء على صعيد الكلمة، على صعيد الأداء، على صعيد الإخراج، حتى على صعيد التقنية المسرحية. بتمنى بالفعل يكون في حركة مسرحية متميزة أكثر من ما هي عليه حاليا. أكيد، يعني بدنا نبارك لك مرة تانية بالتكريم. شكرا. وبدنا نتمنى لك كل التوفيق بمشروعك المسرحي. كنت معنا الأستاذ جوان، الكاتب والناقد المسرحي ورئيس تحرير مجلة الحياة المسرحية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم.